يا أولادي وينكم يا أولادي؟ أنا السبب اللي جبتكم على هاي البلد، أنا السبب. لما جبتكم بالطيارة كنتوا نايمين يا أطفالي، وينكم؟ يا ناس يا عالم اللي عم يسمع الصوت، أبوس إيديكم أبوس رجليكم، اجعلوها لله يا عالم. 4 سنوات ماني شايف أطفالي، بعد 3 سنوات الله طعمني الطفل، قالوا لي أنتوا تمام، وضحكوا علينا لما انولد الطفل من المستشفى سحبوه. يا ناس يا عالم يا مسلمين يا أمة محمد، والله من هذا المبنى 4 سنوات وأنا أغاوم بالقانون، القانون القانون. هاي السيارات اللي تخطف الأطفال، هاي السيارات. وينكم يا أولادي؟ وينكم؟ وينكم أبوس إيديكم؟ وينكم؟ بس بدي أولادي يا ناس يا عالم أبوس إيديكم، والله العظيم بس أعطوني أطفالي أبوس إيديكم. والله درجة الحرارة ناقص 40 تحت الصفر بهاي البلد، قلت الحمد لله بأمان، أنا كيفت انبسطت قلت أمان. بعد 8 شهور خطفوا لي أطفالي وما عاد شفت أطفالي، أبوس إيديكم يا عرب يا ناس يا مسلمين يا أوروبيين. أنا أجد كل كائن على وجه الأرض يرجع لي أطفالي آخر. أي عربية، أنا بدي أطفالي، أنا عم خيل أطفالي من مكان لمكان. يا الله يا كريم، أنا أجد أي حدا، أنا بدي أطفالي دحقوا مصرابة، يا ناس تتلاعب أطفالي هون هون. دخلوا على الله وعليهم، جاني طفل عمره 5 دقائق صحبهم مني للمستشفى، لا انا شفته لا ابوه، لا شفته انا ولا ابوه. عوفوني الله بالمستشفى، شوفوني الويل اسويدية ما عندهم رحمة. انا اشد اي انسان اي دولة، انا بدي اطفالي، انا ما اترك اطفالي. يا اهل المروة يا ناس يا ام العربية كلها، انا اشد الانسان، كل انسان عنده ضمير مشان الاطفال، انا اشدو خلي صوتي هذا يصل لاي دوله، لاي دوله. انا بدي اطفالي، القم قلبي القم اجمادي، انا بدي اطفالي، بدون اطفالي ما بدي اعيش، ما انا اريد انا بهالدنيا.